عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا مش محتاجة ان انا اقول لكم اني محتاجة اعرف رأيكم جدا في القصة الجديدة. لو حبيتوا القصة اكتبوا لي حبيت، ولو مش حابينها قوي اكتبوا لي اني اتجننت. اكتبوا لي كده عادي، انا مش هزعل منكم، انتوا حبايب قلبي اصلا، بس عايزاكم انتوا كمان تاخدوا على جناني، لان احنا عشرة مع بعض، واكيد طبعا ادركتوا انا قد ايه. وطبعا انا مش هزعل لان انتوا كلكم هتكتبوا لي حبيت. المهم اللي انا عايزه اقوله لكم ان ماما لسه ما شافتش القصه، وانتظروا رد فعلها. وطبعا احب من خلالكم اشكر ايفا جدا انها عملت لي القصه دي. وبصراحه يا جماعه ايفا نفسها مش مصدقه انها طلعت منها كده. اشوف احلى لف بقى ليها في الكومنتات. ندخل بقى في فيديو النهارده. انا اتكلمت مع سوستا وقلت له بقول لك ايه، ما تروح كده سوريا مشوارها تجيب لنا حلاوه الجبنه السوري، ان انا نفسي ادوقها. مش عايزه احكي لكم من قد ايه وما كنتش بلاقيها خالص. المهم مش هطول عليكم، سوستا بصوا بصراحة يا جماعة شكلها مغري قوي، ومعاها كمان بقى ايه تقريبا ده السيرب يعني اللي بيتحط عليها. مش متخيلين ازاي نفسي ادوقها. طبعا لو بتحبوها اكتبولي في الكومنتات، اللي ده هيقولي ايه رأيه فيها، حبها ولا لا. واخواتنا السوريين كمان يا ريت يكتبولنا الطريقة. طيب اوكي، انا شميت مية ورد. اوكي تعالوا بقى ندوق حته من غير حاجه خالص. اوكي ايه الحلاوه دي؟ لا بجد ايه الحلاوه دي؟ نجرب بقى حبه كده، مش هنكتر يعني. اوكي ايه الجمال ده؟ تحفة. بصوا بصراحة أنا مش عارفة أوصف لكم هي شبه إيه بالظبط، لأني أنا ما دوتش حاجة شبه كده قبل كده. بس اللي أنا عايزة أقوله لكم إن هي جامدة جدا. عايزة أقول لكم إن أنا دوت أكلات سورية كتير جدا، وحقيقي مفيش ولا حاجة ما عجبتنيش. تحية للشعب السوري ولكل أهل سوريا. بس نفسي أعرف فيها إيه. طبعا أنا هشوف الطريقة، بس أنا نفسي أعرف دلوقتي يعني. حط كده حتة فستق. بصوا 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 مش محلوانة قوي. الناس اللي ما بتحبش الحاجات المسكرة قوي زيي تعجبها قوي. بصراحه انا كان ممكن ادوقها عادي يعني، بس انتوا عارفين غلاوتكم عندي. انا قلت ما ينفعش ده يتعمل لها انبوكسنج، ده انا بقول لكم ليا سنين عايزه ادوقها دي. سامحوني ان انا مش عارفه اقول لكم هي بكام، لان انا بصراحه كده لقيتها في الثلاجه ومش عارفه اصلا مين جابها، ويا رب تبقى بتاعتنا ما يكونش حد جايبها زياره لحد ولا حاجه. قولوا لي حابين نجرب ايه كمان مع بعض.